صباح الخير، السلام عليكم، اهلا فيكم في لوك جديد. الحين الساعه 6 عندنا، باقي اسبوعين على بدايه الدراسه، فقررت انا مع اخوي نسافر. بس وين بنسافر؟ الى الان ما قررنا، حطينا الاغراض بنركب السياره الحين بنروح في مكانين، يا سولت ليك يا سبوكان. انا اتوقع انه بروح سبوكان، اثنينهم يبعدون نفس المسافه 6 ساعات هنا ودي 6 ساعات. سولت ليك جنوب من عندنا وسبوكان في الغرب، اتوقع انه بنروح سبوكان، فنشوف وين بنروح. خليكم معنا. رجعنا معكم بعد سواق تقريبا 3 ساعات، وصلنا ميزولا، بس قلنا نبي نتحرك شوي على ما نوصل سبوكان. نغرض نخلص نروح سبوكان، وين بننزل نتمشى؟ يعني ما في غير بست باي، نتحرك شوي على ما تصير الصلاه، نصلي ونكمل على سبوكان. هذا اخر واحد نزل بالميل مدرينج، عندك له هدوء يسمونه. طبعا تشوفون الفلوق الحين انتوا نزل النوسناي عندكم في وقت ما بتشوفون الفلوق، لكن الحين عندنا هنا ما بعد ينزل. نزل فالعروض. هذا النوسناي ولا هذا؟ شوف القلم هذا، شو بتشوف ميزه فيه؟ يعني هذا جوال النوت 8 ذا. هذا التابلت الجديد تاب اس 4، 4 رام، مع انه كان يكون الرامات اقوى. وهذه الساعات الجديده برضه اللي نزلوها توهم. هذا نفس اللي عندي، هذا الجول الجديد، بس ترى ممتاز والله، حجمه حلو. شوف السبيكر هذا كيف، لهم البونت كوندكتر. يلا خلصنا من بيست باي، صحصحنا شوي، تدري تكنولوجيا صحصح، ف ماسكين خط. كل مره بنروح سبوكان نوقف في المكان. شوف كيف، شوفوا كيف من هنا، هذه نهاية الشجر يعني، والشجر طوال. شوفوا كيف يعني من، ما فهمت شو بقول لكم، بس المهم انه يعني طوال. هذه نهايتهم فوق، نشوف احنا كيف من تحت بيكون بدايتهم. الحمد لله على سلامتنا، تقدر بارخة اطلع. وصلنا سبوكان، باين من الازعاج. اول ما لبق السيارة على المطعم الهندي ناكل، خلينا نفكر ايش بنسوي. الساعة 12 بالليل، $5. تغيرت الخطة، احنا قلنا بننام في سبوكان يومين او 3 ايام بعدين نرجع بوزمن، فتغيرت الخطة. الحين ما راح ننام في سبوكان، بنمر عليها مرور، يعتبر الحين فيها، احنا ما مرينا مرور بس بنجلس فيها للمغربية تقريبا 8-9 في الليل، وبنحرك بنروح على بورتلاند. بنحرك إذا ما نحس ان احنا تعبنا، بنسكن في فندق بعدين نكمل اليوم الثاني الى بورتلاند. فخلوكم معنا نشوف الحين نركب التلفريك. ها يلا من هنا نركب من ذيك الجهة، شوف اللعبة شلون.
بسألك تبي تخشي دخلت على طول اه راح خش غلا. شوف الالوان يشدونك يغيرونهم لحق الصيف الوان الصيف يطلعون كذا كل سنه. شوف الحركه لا اخترتها اعجبك اهم ان شلتها كذا واعجبك خلاص ترجع وتاخذ من ورا. والله اني ما ادري شو السالفه ما ادري واحد ميت ما ادري شو السالفه بس قلت بصور شو اللي قدام ذيلي الكنيسه كذا خلاص بكذا خلصت رحلتنا في سبوكان متوجهين الحين بورتلاند اتوقع انها فلوق الحين ووعد فلوق بكره في بورتلاند ففي نهايه الفلوق لا تنسوا الاشتراك بالقناه ونشر المقطع وملك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني والسلام عليكم.